أن بعضنا يتفرغ من أعماله ويترك وظيفته ويترك الدنيا كلها ويجلسون في بيت الأعمام وأبناؤهم والإخوان وأبناؤهم، ثم يجلب عليهم المفاتيح وكراسي الحفلات، حتى أن بعضنا في أيام العزاء لو ما تعرف أن هؤلاء عندهم عزاء ظننت أنها حفلة من الحفلات، قهاوي وقهوجي وطعام. من قال أن هذه السنة؟ السنة ألا يأكل في بيت الميت إلا أهل البيت فقط، زوجته وأطفاله وعياله، ونعطيهم طعام يكفيهم هم، مهب مفاطيح تمد. وبعضنا الآن في المقبرة، والله أنتم ذبيحتكم العشاء عندي، الناس الرجال ميت وهم يتعازمون في المقبرة، وهذا يحلف أن يعشيهم القابلة وهذا يعشيهم. السنة قال الحبيب اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر طعاما، أسماء بنت عميس وعندها أربعة أطفال، هؤلاء هم الذين يطعمون. وليس من السنة انقطاع الناس عن العمل ويجلس من الساعة 9 إلى 12 في الليل. ما وردت في السنة ولا في صحيحها ولا عن سلف الأمة العزاء يعزى المصاب من أبنائه. من هو اللي متأثر مرة يقال له أحسن الله عزائك، واللي مهم متأثر ما يقال أحسن الله عزائك، يقول غفر الله لميتك. واللي نلقاه تعبان مرة بسبب المصيبة نذكره فنقول لله ما أخذ وله ما أعطى. وليس ثلاثة الأيام مشروعة ولم ترد في السنة، بل الإنسان يعزى في الطريق، تلقاه في المسجد تسلم عليه، أما تأتيه في البيت وبعضهم بيعزيه الآن قبل القبر وعند القبر واليوم الأول واليوم الثالث. والمشكلة الثالثة في العزاء أن مجالس العزاء مجالس ضحك وصخب وغيبة ومعصية، ساعة ساعتين بعد ما يجيون من المقبرة ثم مع صقع الفناجيل والمفاطيح سوالف في العقار، بل بعضهم يحلل الكورة والمنتخبات والأندية في مجلس عزاء. أهذا عزاء؟ هذه مجالس معصية ليست مجالس طاعة، وهذه تؤذي الميت ما تنفع الميت. إن كانك صادق وبتدفع ذبيحتين عشانها مات، عطنا قيمتها 3000 ريال نحفر بها له بئر ولا نركب له برادة أو نتصدق على أيتام، هذا الحب للميت. أما أن نضعها مفاتيح نسمن الشبعانين وأهل الميت في مصيبة ما ينامون إلا قليل وتعبانين ومن الداخل والظاهر، هذا كله ما ورد في السنة ولم يثبت، بل إن فعلنا له فعل يخالف سنة محمد عليه الصلاة والسلام. أصدقوا بالدعاء لهم رحمهم الله، وعزوا المصاب واتركوا أهله وأطعموا أبناءه فقط طعام يكفيهم. أما هذه الذي نراها قهوجي وكراسي وفرشات كلها ما أنزل الله بها من سلطان. اللهم اجعل موت المسلمين قبورهم رياضا من رياض الجنات، والله أعلم.